اهو كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمهندس فرج عامر هم اللي بيتوجوا ده بص محمد عادل. بيبوس مين؟ محمد عادل محمد عادل ده ابنه ابنه يعني هو فعلا المهندس فرج عامر كان واقف معاه طول عمره والدكتور يعني. عمرو علواني ثلاثه رؤساء بيتوجوا النادي الاهلي بالميدالية الذهبيه. كابتن هاني وقفتك على التتويج دي كانت ليها حاجات كتيره وحكايات كتيره. يعني احنا بيبقى في معاناه طول السنه طول السيزون يعني تدريب قسوه التدريب النادي الاهلي احنا ما بنتمرنش زي بقيه الانديه احنا بنتمرن ست سبع ساعات في اليوم بنبقى سايبين بيوتنا طبعا كل ده بيتنسي في اللحظه اللي انت شايفها دلوقتي دي اللحظه اللي احنا واقفين فيها على محمود الخطيب هنا من فضلك ندقق فيه اللعيبه فرحانه بيه وزي ما بص ازاي يعني بتاخد بايده بتقول له الف مبروك فعلا عايزه يعني تشجعه على اللي قادم لكن هنا اهو بص السلام كلهم يعني هو فعلا كابتن محمود الخطيب كان طول عمره حتى وهو مدير كوره بيجي يهنينا في النادي بالحصول على البطولات الافريقيه هنخش بقى دي روح النادي الاهلي هي دي روح النادي الاهلي هيخش تتويج المدير الفني انا بصراحه يا جماعه متحيز جدا لكابتن ميدو مصلحي حقيقه الف مليون مبروك كلنا كمان انا عارف ابنكم اكيد وفعلا كابتن ميدو مصلحي شرف النهارده وبدا ما شاء الله عليه بص المنظر بص ولا المنظر اروع ولا احلى من كده بص المنظر كابتن محمود الخطيب اكيد بص المنظر حاجه يعني مفرحه جدا جدا مع رئيس النادي الاهلي وادي اللي هو خالد ابو زينه كمان يعني واللي هو خالد ابو زينه المدير الاداري يعني وادي كابتن محمود جمعه ونزولهم والسلامه كابتن محمود لازم ينزلوا على المنصه طبعا ده ده حاجه يعني كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والناس كلها بتسعد ان هم يسلموا عليه لعيب السبوحه رح يتصوروا معاه طبعا هيتصور هو مع هو هيروح تلاقيه بص هيتصور مع الكاميرا فتحت هتلاقيه راح للعيب هو كابتن محمود الخطيب نجم نجوم مصر يعني فالناس كلها بتبقى سعيده ان هي تسلم عليه وتتصور معاه طبعا دي حقيقه باقي كاس البطوله دلوقتي هم الثلاثه برضه هيسلموه بس لسه انا متاكد بس لو كادري فتح شويه هنلاقي الكابتن محمود بيسلم على لعيبه سموحه فعلا اتصوروا معاه طبعا اتصوروا معاه طبعا هيتصور مع ليبيا برضه هو ده صوره للتاريخ يعني بصراحه يعني حاجه جميله وادي مهندس فرج عامر يعني مفيش احلى من كده هيتصور مع لعيبه الاهلي طبعا يعني مفيش احلى من كده رياضه كابتن